هي اسمها والدتي اسمها لوحس عبد المجيد المهلمي، كويس. هو كان بيقول لها لولا، مشهوره باسم لولا، كويس. هو له تعبير مشهور بيقول ايه بقى؟ لولا لولا ما نجح سانو. سانو ده اللي هو يبقى احسان، ودلعوه في البيت بيقولوا له يا سانو، والدي يقولوا له يا سانو، ما يقولوش احسان، ده اسم الدلع بتاعه. وهي تقول له، وهو يقول لها، هي يقول لها لولا وهي تقول لي يا سانو. فهو له تعبير ظريف يقول لك لولا لولا ما نجح سانو. شوف التعبير اللي هي ست عظيمه طبعا، والدتي كانت ست عظيمه. وبعدين لاحظت حاجه عجيبه قوي بقى، ان ايه؟ اولا والدي طول عمره متعود ان هو يكتب قصص بالليل، ما يكتبش الصبح. هي يعني الصبح والدي تميز بثلاث حاجات، ان هو صحفي شاطر، صحفي يعني اخبار اليوم دي كان يعني في عهده، كان في اوائل السبعينات وصلت لاكثر مليون نسخه، فهو صحفي، كصحفي شاطر جدا. الحاجه الثانيه ان هو كاتب سياسي درجه اولى، احد الثوره في تاريخ الكتابه السياسيه، يعني قبل احسان لوس كان ايه؟ سياسه يعني حاجه متخصصه، عندما تيجي يعني ما اقعدش اقراها. هو لا، جه عمل ايه بقى؟ حوار بين مقهى، حوار على مقهى في الشارع السياسي بين واحد شيخ واحد عجوز، واحد شاب وواحد عجوز، بيتكلموا في السياسه، بيتكلموا على قهوه كده. فبسط السياسه، بسط السياسه، ودي كانت ثوره في الكتابه السياسيه. قبل كده الكتابه السياسيه ما كانتش كده خالص خالص يعني. الحاجه الثالثه ان هو كان كاتب بيكتب، فكان دايما هو الصحافه الصبح وبالليل القصص. حتى بعد ما تفرغ للقصص كان دايما يكتب بالليل. لاحظت بقى ايه؟ ان هو كان في البيت، فقعد في مكتبه، هو مسميها الصومعه، المكتبه دي مسميها الصومعه، كويس. فقعد في مكتبه يعني، هو قاعد في بيته، فممكن يخش مثلا ايه لا في بيته يعني ما يلبس، يعني يلبس ليه يعني يلبس، ما هو يلبس روب دي شومبر يخش يكتب، لا دايما يخش لابس بدله، يعني عمره ما يخش كده، عمره لا، لازم يكون لابس، لان هو بيقول انا رايح عند حبيبتي فلازم اكون متألق وايه وده. وكان يكتب وعنده قدره ان هو يعني ايه يعني، واللي كتبه ما رجعوش، يعني ما رجعش اللي بيكتبه، خلاص هو كتب. وبعدين ايه؟ المفروض كل كاتب يبتدي ينشر قصته لما يخلصها. هو كان ما كانش، لا هو ما كانش كده، كان كل قصه يعني الحلقه بحلقه. شوف القدره على ان هو عنده ثقه ان هو قادر ان هو يخلص الحلقه اللي وراها، فعنده ثقه. هو طبعا كان كاتب متميز. وبعدين لا اعتقد ان هو واحد تميز بثلاث مجالات في وقت واحد، تفوق في ثلاث مجالات في وقت واحد، وهو الكتابه السياسيه والكتابه الصحفي كصحفي شاطر وكتابه القصص. هو تميز بيها احسان عبد القدوس، وهتلاقي نماذج من قصه دي هتلاقيها في المعرض بخط ايده. وروايات احسان عبد القدوس كلها، الطبعه الاولى من كل كتبه، لان هي والدتي كان لما يطبع لما اول قصه ما تطلع، اول ما يطلع يتنشر الكتاب تاخده تجلده وتحطه في المكتبه، في المكتبه. فعندنا اول قصص يعني النسخه الاولى من كل قصه احسان عبد القدوس، وهي تعدي يعني مئات القصص.